هنا بالطريق الوطني رقم 1 وعلى بعد 11 كيلو مترا من مركز جماعة سيد إسماعيل في اتجاه مدينة الجديدة. يعيش سكان الدواوير المجاورة لهذا المقطع الطرقي حالة من الرعب والخوف بسبب السرعة المفرطة للسائقين من جهة، ومن جهة أخرى بسبب هذا المنعرج الخطير. وتعرف هذه الطريق إقبالا كبيرا للشاحنات الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى الحافلات والسيارات. وسيدي كدير خطر بزاف، مبرخين على الحديد بزاف، بلادو لي صرا جاي هنايا بهاد السرعه، ما خلاونيش ندوز الشانطي، ما غلقوا عليا الطريق. عندي الوليدات كيقطعوا هنا المدرسه، وما كاينش على السرعه، السرعه كثيره، ما كاينش اللي لاقى السرعه، لا كاميو ولا طوموبيل ولا كلشي. مخرجين كنجيبوا الحليب الثلاجه ثاني، وانا كنجيو خطرات ربعه في النهار، وكاين عندنا الولاد، عندنا كلشي كيقطعوا هنايا. بالنسبه للدواوير ولاد المدرسه ولاو كيتصيدوا في هذه الحاله مع الطريق، مع الفيرا الناس كتشوف سرعه مفرطه، المشكل الناس ولات كتخوف من الطريق، ما تلاش كيقدروا يقطعوا، بزاف الحوادث كيوقعوا بكثره السرعه بكثره الحديد، ومع الفيراج بنادم ما كيشوفوش ثاني، بنادم كيكون جاي جاري مع الفيراج كيتصيد الناس بزاف. ويشهد هذا المكان وحركة كثيفة من طرف المواطنين، سواء الذين يتبضعون من هذا الموقع الذي يشكل تجمعا تجاريا، أو الذين يتنقلون إلى مختلف الوجهات عبر هذا الطريق. وزائدة المنطقة هذا شوية فالرواج كما تنقولوا، كاين هذه المحطة ديال البنزين، كاين هذه المحلة التجارية، كاين واحد المركز التكوين، وأكثر من هذا الشيء الناس ولاو كيخافوا على البنات ديالهم في هذا النادي عندنا هنايا. ولوضع حد لهذه المعاناة يناشد السكان والمسؤولين وضع علامات التشوير لتحديد السرعة المناسبة، خاصة وأن المكان عرف عدة حوادث السير نظرا لما صار يعرفه من اكتضاض مهول. كنطالبوا الناس المسؤولين باش يديروا لنا علامات ديال التشوير نقص السرعة، خاصة مع كاين هنا المدرسة ديال الابتدائية. فهل تجد مطالب السكان آذانا صاغية ويتدخل المسؤولون لإنهاء معاناتهم؟